السلام عليكم، على السنة الثالثة. النهاردة إن شاء الله هنبتدي يونت 2 في الألجبرا، ذا سيت أوف زيروز. يعني إيه سيت أوف زيروز؟ أنا عاوز أعرف إيه النمبرز اللي أنا أقدر أعوض بيها مكان الـ X ويديني الـ function بتاعتي كلها إيكوال 0. فور إكزامبل، كي أوف X 2X ماينس 6، النمبر اللي أنا أشيل X وأحط بداله يخلي لي الـ كي function بتاعتي كلها بزيرو. قال لي سهلة جدا، ايه رأيك هناخد الفانكشن كلها وهخليها equal 0، بقت 2x minus 6 equal 0. يلا واشتغل الكويشن عادي، النيجاتيف 6 تروح الناحية التانية بوزيتيف 6، بعد كده تقولي بالتايمز تروح الناحية التانية بقت divided، يبقى ال x هتبقى equal 6 over 2 تطلع بكام؟ ب 3. يبقى z of function k equal 3. يبقى 3 هو النمبر اللي انا اقدر اعوض بيه ويديني ايه؟ 0. مش مصدقني، تعالى نجرب. شيل الاكس بتاعتك وحط 3. 2 تايمز 3 6، 6 ماينس 6 هيبقى ايه؟ 0. شكرا. نمبر 2، كي اوف اكس ايكوال اكس بار 2 ماينس 3 اكس ماينس 10. نفس الكلام، انا كلها هخليها كلها ايكوال مين؟ 0. بقى كده عندي حركه 3 تيرمز، يبقى اشتغل شغل ابلسه اي بي سي بالكاسيو. يلا حضرتك دلوقتي اهو براكت وبراكت اكس واكس، الاي ب 1، البي نيجاتيف 3، السي نيجاتيف 10. هيطلع حضرتك الانسر بتاعك 5 يدخل جوه نيجاتيف 5، هيطلع الانسر بتاع حضرتك نيجاتيف 2 يدخل جوه بوزيتيف 2. يلا وزي زمان بقى، ما يكون براكت تايمز براكت ايكوال 0 اقسم بلد نصين، ومنها الاكس الاولانيه الاكس ايكوال نيجاتيف 5 تخرج 5، طب والبوزيتيف 2 تخرج نيجاتيف 2، يبقى زد فانكشن هتبقى 5 اند نيجاتيف 2. بعديها نمبر 3، كي اوف اكس ايكوال 8. هو ايه النمبر اللي انا ممكن اعوض بيه مكان الاكس ويديني 0؟ لكن احط ايكوال 0، ايه ده؟ هي ال 8 ايكوال 0؟ الكلام ده ينفع؟ الكلام ده مستحيل، امبوسيبل. يبقى السوليوشن بتاعي بقى على طول 5. طب لما اجي اقول لك كي اوف اكس ايكوال 0، ده هي اوريدي ايكوال 0، يعني انا مش محتاج العب فيها. يعني معنى كده ان اي نمبر مهما يكون حضرتك بتعوض بيه هيديني برده في الاخر بايه؟ بزيرو. خلاص، يبقى انا كده شغال على كل النمبرز، يبقى الزد اوف كي هتبقى ايكوال ايه؟ ار. ما هي كل النمبرز بالنسبه لي اللي انا اقدر اعوض بيها هي بالنسبه لي هي مين؟ الار. اللي بعديها، فايند ذا سيت اوف زيروز ان ار، مديك اكس بار 2 ماينس 16. اقوله سهله جدا، يلا خلي الكلام ده ايكوال 0، نيجاتيف 16 تروح الناحيه الثانيه بوزيتيف 16، هيبقى اكس باور 2 ايكوال 16، الباور 2 بيروح الناحيه الثانيه بوزيتيف اور نيجاتيف روت، هيبقى الانسر بوزيتيف اور نيجاتيف روت 16، يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 4، يبقى السوليوشن 4 اند نيجاتيف 4. صعبه، عبيطه جدا. اللي بعديها، اف اوف اكس ايكوال اكس باور 3 بلس 7 اكس باور 2 ماينس 18 اكس. اول حاجه، لو انت ملاحظ ان الاكس موجوده في كل حته، طب اعمل ايه؟ قال لي بخرج اقل اكس فيهم، باخدها اتش سي اف اللي هو الضيف الرخم. يلا خرج الاكس، اكس باور 3 لما اخطف منها اكس بقالك اكس باور 2، طب 7 اكس باور 2 خد منها اكس بقالك مين؟ 7 اكس. طب نيجاتيف 18 اكس لما اخد منها اكس بقالي مين؟ 18. خلاص كده تمام، شكرا. انت عايز اكتر من كده ايه؟ كده بقت 3 تيرمز، يبقى شغل ايه؟ ابلسه. يلا يبقى ادي الاكس اللي هو دي في الرحم براكت، وادي براكت اكس واكس. يلا على جنب، اي بي سي، الاي ب 1، البي 7، السي نيجاتيف 18. يلا يطلع الانسر حضرتك عندك 2 يدخل نيجاتيف 2، نيجاتيف 9 يدخل بوزيتيف 9. يلا يبقى السوليوشن بتاع حضرتك الدي في الرحم اكس ايكوال 0، نيجاتيف 2 ترمي بوزيتيف 2، البوزيتيف 9 ترمي نيجاتيف 9. صعبه كده؟ طيب تعال نشوف اللي بعدها، كي اوف اكس ايكوال اكس بار 2 بلس 49. يلا خلي الكلام ده ايكوال مين؟ 0. البوزيتيف بيروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالنيجاتيف، يبقى اكس باور 2 هتبقى ايكوال نيجاتيف 49، الباور 2 هيروح بوزيتيف اور نيجاتيف روت. تخيل كده هيكون عند حضرتك روت وتحتيه نيجاتيف، الكلام ده ينفعك؟ نو. يبقى السوليوشن بتاعتك تبقى على طول مستحيل يبقى ايه؟ 5. يلا اللي بعديها، يلا خلي دي كده ايكوال 0، نيجاتيف 6 تروح الناحيه الثانيه بوزيتيف 6،
يبقى x باور 6 equal 6. طب يلا ال 6 باور يروح الناحية التانية ايه؟ بروت. طب روت مين يا مستر؟ روت ال 6 عادي جدا، حطها على الكاسيو، ايه المشكلة؟ بس خلي بالك لازم تكون بوزيتيف اور نيجاتيف، لازم تكون ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف. وسوري هي المسألة دي فيها غلطة، المفروض تكون 64. يبقى بوزيتيف نيجاتيف 64 تروح الناحية التانية ببوزيتيف 64. يعني الباور اك باور 6 يروح الناحية التانية بروت ال 6، بس دي برضه هتبقى ايه؟ 64، عشان يطلع حضرتك الانسر بوزيتيف اور نيجاتيف 2 زي ما انت قدامك كده. يبقى الانسر 2 اور نيجاتيف 8. يلا اللي بعديه، جي اوف اكس ايكوال اكس باور 2 ماينس 10 اكس بلس 25. يلا اول حاجه اهو اخرها دي كلها ايكوال ايه؟ 0. 3 ترمز شغل قبل سي بي سي، يبقى براكت وادي براكت ايكوال 0 لاكس باور 2 اكس، وده الناحيه الثانيه اكس. طلع الانسر بتاع حضرتك لما احط الاي ب 1 البي بنيجاتيف 10 السي ب 25، طلع اول انسر واحد بس اللي هو ال 5، يبقى يدخل نيجاتيف 5 للتو براكت. يلا طب يبقى الزد اوف فانكشن اجيبها ازاي؟ اهو عادي جدا، النيجاتيف 5 تروح جوه بايه؟ بوزيتيف 5. في تاني؟ خلاص لا. ايه لما في نيجاتيف 5 تاني؟ ما تدخل برضه بوزيتيف 5، انت ما بتكررش في الست. اللي بعديها x باور 8 ماينس 128 x هكا تعمل ايه دلوقتي؟ هتاخد اقل x فيهم. يلا يبقى ادي كده x x باور 8، خد من x بدلها كام؟ x باور 7 ماينس 128x، هتبقى كده 128 بس. يلا والكلام ده كده ايكوال ايه؟ 0. واسم بلد نصين، اول حاجه الاكس ديفريشن بيكوال مين؟ 0. طب ودي اتعامل فيها عادي. يلا الاكس باور 7 ايكوال 128 بالبوزيتيف تروح الناحيه بالنيجاتيف تروح الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، ادي 128. ال7 بقى ده باور 7 يبقى يروح الناحيه الثانيه بال7 روت، روت عادي وادي في 7. حضرتك هتجربها بالكاسيو، طب اعملها ازاي يا مستر بالكاسيو؟ عادي جدا، اكتب كده شيفت روت هيكتب لك الكيوبك اللي هو ابو 3، اقعد ارجع لحد ما توصل ال 3 كنسلها واكتب بدلها 7 بس، حط على الكاسيو يطلع لك الانسر بكام؟ ب 2. يبقى معنى كده الزد اوف فانكشن بتاعتك 0 اند 2. صعبه؟ تعالى كده نشوف. جاي بيقول لحضرتك ده كده اللي حلهم بقى بنفسك. اخر اكزامبل، if the set of zeros f of x equal a x power 2 plus x plus b is 0 and 1. Find the value of a and b. مش هو مديك تو انسر للست اوف زيرو؟ تمام، عوض بكل واحد فيهم. كل ما تعوض بواحد هيطلع لك مره الاي وهيطلع لك مره مين؟ البي. يلا a x باور 2 بلس x بلس البي ايكوال 0. اول حاجه انا هشيل كل اكس واحط مكانها 0. يلا شيل الاكس وحط 0 يبقى 0، شيل الاكس وحط 0 يبقى البي ايكوال كام؟ 0. اللهم صل على النبي. كده اول اكزامبل كده جبت اول انون. يلا حضرتك خش على الثاني. طب اعمل ايه؟ شيل كل اكس واحط مكانها مين؟ 1. بقت a 1 باور 2 بلس 1 بلس 0 ايكوال كام؟ 0. اول حاجه 1 باور 2 يعني ب 1، 1 تايمز a يبقى a بلس 1 ايكوال 0. بوزيتيف 1 يروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف يبقى الـ a ايكوال نيجاتيف 1. صعبه كده؟ وده كان اسهل اكزامبل عند حضرتك. الكلام ده في اي مشاكل؟ شكرا.